قربوس هذا اللي تجوزناه في تركيا كان الحمد لله كان صدير نجاح 100%. كل شيء كان موفر، لاعبين كانوا عندهم، شفنا عزيمة كبيرة، البرنامج كما كان مسطر من المدرب الحمد لله تجسد 100%. لعبنا 4 مقابلات، آخر مقابلة لعبنا مع فريق تاع ناسيون بريمير ديفيزيون في لا تركي، درنا مقابلة في المستوى صراحة. نظن باللي عموما التحضير كان ناجح في كل النواحي، وان شاء الله راح ان شاء الله نشوفوه في الميدان يوم المقابلة الأولى ان شاء الله.